عطية المدينة بهذا الترامواي شيء إيجابي جدا جدا. الخطوط الجديدة خطوط مهمة بالنسبة للسكان ديال الدار البيضاء وتن الزوار وكل شيء دابا باش يوصلون الأعمال ديالهم في الأوقات المحددة وديورهم كذلك ملي يعودون الديور ديالهم يوصلوا عاوتاني في أوقات محددة، بينما قد يصلوا في سيارته في نص ساعة يوصلها في ربع ساعة ولا في 10 دقائق، وهذا راه ربح وقت ولادو ودارو كل شيء. الصراحة مسهلين علينا بزاف ديال الحوايج، منهم الراحة ديال الناس، حيت ملي كتطلع في الترامواي كتمشي بأمان وكتوصل بخير على خير. الخط اللي غيديروه جديد غادي يسهل علينا غير تبدل غير لاكارت هنايا من جهة الفيدا وغتكمل بحالي. أنا كنمشي لعين السبع غادي يسهل علي غير نزل هنايا ونمشي في ديال الفيدا. هاد الخطوط الجديدة بانت لي أنا مهمة الصراحة، حيت غتسهل علينا كما قلت لك التنقل في كازا كامل خصوصا لي كارت ديالهم.